نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم. كابتن مبروك كابتن شريف، مبروك مبروك يا كابتن. كابتن علاء ميهوب، وكابتن وسام عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن. كابتن ناصر، كابتن ايمن، عشان الوقت بس يعني ضيق، انا بس هتكلم كلمتين في البدايه. هي رساله للحكام المساعدين النهارده وللفار. هذه المباراه اللي احنا اتكلمنا فيها كابتن علاء هنقعد فيها مثلا ساعه نحلل فيها. صح. قرارات تحكيميه مثيره للجدل من الحكام المساعدين والفار ومن حكم الفار. انا بسرعه بس يا كابتن، بس الفار جاب الحكم ليه في ضربه الجزاء او ركله الجزاء؟ كابتن ايمن هقول لك على مفاجاه جميله جدا. الدقيقه 60 الحكم احتسب ركله جزاء صحيحه. خلي بالك هذه الحاله فيها ثلاث مخالفات. مظبوط، ثلاثه في لعبه واحده، مش واحده بس، يعني ثلاث مخالفات في لعبه واحده. هو انا بسال بس محمد عادل، انت اتاخرت ليه يا محمد؟ يعني استنيت لايه؟ هل انت مستني بتدي تحت فرصه؟ مفيش تحت فرصه يا كابتن علاء في ركله جزاء. نمره واحد، في مخالفه ضد اكرم توفيق واللعبه عدت، وهنجيب الكلام ده كابتن عادل، والثانيه ضد اكرم توفيق واللعبه عدت، والثالثه ضد برونو سافيو حارس المرمى، واتاخرت سن عادل ورحت حاسب. الغريب هنا بقى كابتن، انا بسال كابتن وائل فرحان، انت بتجيب الحكم ليه؟ مش فاهم. ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، مش في اختلاف. يعني انا قلت يمكن في حاجه غير ركله جزاء قبل ركله جزاء، ولكن طبعا يعني استدعاء الفار في غير مبرر في هذه الحاله. ركله جزاء صحيحه، مش هول مره واحده، ده في ثلاث مخالفات يا كابتن شريف، ثلاثه في لعبه. طب والنبي الجول اللي دخل فينا عشان يطمئن قلبي. تعالى بقى الدقيقه 88، هو هنا خلي بالك الحكم استدعى كابتن الشناوي وكابتن الطلائع. مزبوط. عشان تقريبا يقول ان الفار في عطل في الفار. تمام، تقريبا انا بقول كده يعني. طيب ماذا لو الفار متعطل يا كابتن علاء؟ هدف بالايد واضح جدا جدا جدا. طب لو انا لعيب كوره النهارده ومساعد بالحس، يعني كلاعب لابد ان انا حكم النهارده مساعد اشير في مخالفه على المهاجم. محمد عادل النهارده حسب الهدف، والمساعد الاول حسب الهدف، ولو الفار مش موجود هدف بالايد واضح جدا جدا يغير نتيجه المباراه. فكويس ان الفار النهارده كان موجود، استدعى الحكم، وابتدى الحكم لما راح ما اخدش ثانيه يا كابتن شريف. نفس الكره بتاعت تونس لو تفتكر بالظبط كده، دي طلعه واضحه جدا جدا يا كابتن بساطي، دي لعبتك انت. استحاله اللاعب بالشكل دوت يجيب هدف براسه. طب الهدف